السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد حمدان المطيري، استشاري القلب والقسطرة التداخلية ورئيس الجمعية الخليجية للقسطرة. الجمعية الخليجية للقسطرة هي جمعية أنشئت منذ سنتين وتضم من أعضائها أغلبية أطباء القسطرة في دول الخليج العربي. من أهداف هذه الجمعية هو تبادل الخبرات بين الأطباء القسطرة في الخليج ودول الشرق الأوسط وأيضا في دول العالم كافة. من خلال هذه الجمعية عملنا في السنة الماضية مؤتمر يعتبر من أكبر المؤتمرات في منطقة الخليج، وهو مؤتمر جمعية القسطرة الخليجية الأول في مدينة دبي، ونحن الآن بصدد عمل المؤتمر الثاني إن شاء الله في مدينة دبي في تاريخ 28 إلى 30 نوفمبر القادم. أيضا من أهداف الجمعية الخليجية للقسطرة هو عمل بعثات خيرية لعلاج المرضى المحتاجين في أماكن متعددة، وقمنا بإجراء بعثة طبية للاجئين السوريين في مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم إجراء أكثر من 17 عملية قسطرة تداخلية للاجئين السوريين بتبرع كريم من أحد الهيئات الخيرية. وهناك بعثة خيرية ثانية قادمة خلال أسبوعين إن شاء الله لعمل عدد أكبر من هذه العمليات. أيضا من الأهداف التي نسعى إليها في هذه الجمعية هو عمل بحوث مشتركة بين المستشفيات المنتشرة في دول الخليج والشرق الأوسط لتفهم أكثر على مرض تصلب الشرايين وكيفية علاجه بصورة أفضل. نتمنى من جميع الزملاء في الخليج والشرق الأوسط المشاركة معنا في مؤتمر الجمعية الخليجية للقسطرة الثاني في دبي في نوفمبر القادم. شكراً.